مشاهدينا دلوقتي معانا موهبة مختلفة، موهبة من خلال المكياج والألوان بتقف قدام المراية وبتغير نفسها من بنت رقيقة جدا لممثلين ومشاهير رجالة وستات، وده اللي خلاها في الفترة الأخيرة واحدة من مشاهير السوشيال ميديا. دلوقتي معانا على سكايب نانسي زيدان. نانسي صباح الخير عليكي. صباح النور، أهلا بحضرتك نانسي. يعني يمكن انتي واحده من او يعني حد من الاسباب انه خلانا ما نحكمش على اي تطبيق او على اي حاجه، ما ينفعش نعمم الحكم. انتي يعني موهبه ظهرتي على السوشيال ميديا، الناس كلها بقت بتتابعك وبقيتي فعلا بتعملي شخصيات مش بس بتقلديهم، مش بس يعني كم بترسمي بالالوان وبالميك اب الشكل، انتي بتقلديهم يعني بتقلدي الشخصيه بالظبط. انا عايزه اعرف الفكره دي جاتلك ازاي. هي في الاول الفكره جاتلي كنت بتفرج عادي على افلام بتاعت ديزني والحاجات دي يعني، فانا كده كده بحب الميك اب وكده كده بحب الكرتونز والافلام عموما، فقلت ليه ما اعملش حاجه مثلا يعني اوصل للناس فكره جديده، هي مش جديده ممكن تكون موجوده بس اوصلها لهم بطريقه بسيطه وبدقيقه وان هم يشوفوا حاجه يعني مختلفه شويه. فبس من هنا بقى ابتدى الموضوع، ان انا كنت بتفرج على فيلم عادي جدا وقررت ان انا اعمل شخصيه مثلا من اميرات ديزني وبدا الموضوع من هنا. بصي زي ما انت قلتي يا انسي يمكن مش جديده، لكن المختلف في حالتك انت ان انت فعلا بتقلدي الشخصيه، يمكن حتى بالصوت بتعبير الوش بتقلديه، بتبقي قريبه جدا جدا من الشخصيه. ودايما انا تابعت على صفحتك على انستغرام فكره انه ياسمين صبري الغلابه، هنا زاهد الغلابه، يعني حتى يعني طيب نانسي قولي لي اول شخصيه عملتيها كانت ايه؟ اول شخصيه كانت جاسمين من فيلم علاء الدين، دي كانت اول شخصيه عملتها يعني. طب ولقيتي ايه الصعب؟ يعني ايه اول تشالنج او تحدي لقيتيه وانت بترسمي جاسمين وانت بتقلديها، حتى يعني بتقلدي طريقه الكلام وزي ما بنتكلم ان انت بتعملي الشخصيه بالظبط؟ التحدي كله كان ان هي اساسا كرتون، فعايزه اوصل لطريقه الكرتون في الكلام لان هم طريقتهم غيرنا يعني، حتى البادي لانجوج بتاعتهم غير وكده، والطريقه واحنا بنتكلم عادي لا هم ليهم طريقه مختلفه شويه، فكنت بحاول على قد ما اقدر ما بقاش اوفر قوي برده وفي نفس الوقت اقرب منها وبرده شعرها وكده، فكان ده شويه التحدي فيه اكتر. كمان موضوع الشعر والطريقه اللي بتحطي بيها الاشارب او الطرحه اللي بتحطيها بتغيريها، بتبقى نفس كمان شكل شعر الشخصيه بالظبط. انا يعني كانت الاول ما كنتش عايزه البس باروكه بقى وكده، فكنت عايزه حاجه يعني زي ما انا افضل زي ما انا بس حاجه ما توقفنيش يعني، فقعدت احاول كده، كنت في الاول مستصعباها بس الحمد لله يعني تمام. مش طيب نانسي بقى السؤال، يعني ممكن حد مكانك كان ممكن يتوجه ان هو ياخد الموهبه دي ويخليها يعني تبقى حاجه ربحيه شويه، ممكن تبقي ميك اب ارتست، وكمان واضح ان انت بتعرفي تلفي الطرح باشكال مختلفه ومتحكمه فيها بشكل كويس، ما فكرتيش ان انت تبقي ميك اب ارتست مثلا؟ هو انا شغاله اصلا من فتره كبيره ميك اب ارتست، هو الميك اب العادي مثلا مناسبه في عروسه في حاجه، فكنت بشتغل كده كل فتره وفتره مثلا اقعد وفتره اشتغل تاني. فجت برضو في الفتره كنت يعني الفكره جات لي، وفتره كان قبل الكورونا والموضوع ده كله كنت قاعده برضو في البيت والفكره جات لي ان انا عايزه اشتغل شغلي وانا قاعده، فبدات من هنا يعني. طيب نانسي قولي بقى بياخد منك وقت قد ايه عشان تدرسي الشخصيه وتدرسي تفاصيلها من اول الميك اب للشعر لطريقه الكلام لحتى اللزمات اللي بتبقى موجوده في الشخصيه؟ هو كمثلا ان انا ابدا اقرر واحضر بقى الشخصيه، في شخصيات مثلا يعني مثلا زي الزعيم انا قعدت تقريبا شهر بتفرج بس على افلامه وبشوف هو بيتكلم ازاي ولبسه وكذا فيلم، وبختار مثلا هعمل اي شخصيه. وفي شخصيات لا بتاخد وقت اقل، بس ساعه الميك اب ساعه ما بصور الفيديو مثلا بياخد له من 6 ساعات ل7 ساعات كده تقريبا. ده وقت كتير قوي، ده وقت كبير قوي نانسي، بتهيألي بيطلع بس ممكن في دقيقتين تلاته بالظبط. طيب نانسي قولي بقى ردود فعل، يعني ردود فعل الفنانين اللي انت بتقلدي شخصياتهم وردود فعل عامه اللي جات لك من الناس كانت ايه؟ هو ردود فعل الناس بتبسطني جدا لما مثلا بيقولوا ده في شبه كبير وازاي، وفي يعني في ناس مثلا ايام ما كنت عملت الفنانه سوري البابلي اللي هي سكينه فريو سكينه،
قعدوا يقولوا لي انت اكيد قريبتها، انت ازاي يعني، انت اكيد مش بنتها يعني. قلت لهم لا يعني، فكانت حاجه بسطاني. وكمان اما بلاقي، اما لقيت بقى الفنانين بدا مثلا زي الفنان اسر ياسين، اما عجبوا الفيديو ونزلوا ستوري يعني، انا كنت طايره طبعا يعني، صاحب الشخصيه مبسوط بيها، فحاجه كويسه يعني. لا هو الحقيقه انا زي ما بقول لك يا نانسي، انا واحده من يعني من اكتر الناس اللي بتتابعك الحقيقه على انستغرام، وبشوف فعلا الكومنتس والتعليقات الفنانين كمان بيكتبوها، هم نفسهم بيتبسطوا، هم نفسهم بيتخضوا اصلا من الميك اب والشعر وطريقه الكلام كمان. فانا ببقى ساعتها بجد يعني بحس بقى ان انا لا خلاص انا كده تمام، فببقى مبسوطه جدا يعني. طيب قولي لي بقى يعني ايه اللي بتفكري، ايه الشخصيات اللي بتفكري تقدميها الفتره اللي جايه؟ هو يعني مفيش حاجة محددة لسه، تقريبا أنا لسه مخلصة عبد الغفور وفاطمة، فهم كنت مركزة فيهم قوي، فمفيش حاجة في دماغي قوي. بس أكتر حاجة بتطلب اللي هم الفنانين بتوع زمان بقى، الأبيض والأسود وشادية والناس دي يعني. احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه نانسي، احنا في زي كولاج كده او صوره مجمعه لاعمال كتير انت عملتيها، محمد رمضان واحمد مكي الكبير وفؤاد المهندس عادل امام، يعني الحقيقه انت عملتي حاجات كتير جدا فعلا يا نانسي، وكلها انت كنت فعلا موفقه فيها بشكل كبير. بس انا عايز اسالك بقى يعني، احنا بنشوف زي ما قلت لك طبعا شخصيات انت بترسمي ملامحها وبتقلديها بالظبط، بس هل في مره كده واقفه قدام المرايه اي شخصيه ايا كانت من الشخصيات اللي قدمتيها حسيتي اتخضيتي وقلتي ايه ده يعني يخلق مش شبه 40؟ هو كان في الشخصيه بتاعت زعيم عادل امام اما خلصتها، يعني انا قعدت كده مخضوضه شويه وخايفه في نفس الوقت، اكون انا بس اللي شايفه مثلا ان انا شبهه او كده. فطلعت بقى اللي في البيت عندي اتخضوا يعني، خضه مش طبيعيه، قلت بس خلاص خض وانزل الفيديو خلاص. طيب قولي لي بقى البيت عندك نفسهم لما بيشوفوكي بقى وانت بتعملي كل يوم، متهيألي انت بتقعدي لهم كل يوم بحد شكل في البيت اكيد. لا لا مش كل يوم والله يعني، انا يعني مثلا ممكن اقعد اسبوع ولا حاجه ما اعملش حاجه، اكون مثلا بحضر لحاجه تانية، ممكن اقعد فتره كبيره، ما بقاش كل يوم يعني. طب قولي لي نانسي، ما فاجئتيش حد من عيلتك وحاولتي ترسمي ملامحه او ترسمي شكله زي ما بترسمي بالميك اب وطلعتي فاجئتيهم او عملتي مقالب فيهم؟ هو مرة بس ما رسمتش حد فيهم يعني، كنت بعمل شخصية شريرة كده في ديزني، هو اسمه جعفر، فهو حاجة شكلها خضة قوي يعني، فأنا كنت عادي عاملاه واقفة في أوضتي والباب مقفول وكل حاجة، فابن أخويا فتح الباب دخل فكر إن في حرامي دخل الأوضة وطالع يجري بره في حرامي في الأوضة. هو ده تقريبا اتخضى، الوحيدة اللي اتخضى يعني. طيب نانسي اخيرا يعني، هي الوقت عدى معاكي بسرعه، بس عايزه اعرف منك يعني عيلتك لما ابتديتي بتعملي فيديوهات على تيك توك كان هم رد فعلهم ايه؟ لا هم كانوا طالما انا تمام وما بعملش حاجه وحشه او كده، هم كانوا مبسوطين مني جدا يعني، حتى الفيديوهات اللي كنت بهزر فيها وكده كانوا، لا كانوا يعني حتى بيشجعوني وعملوا اكونتات ويدخلوا يعملوا لايكس وكده، ف لا هما دلوقتي حتى مبسوطين يعني. نانسي يعني نانسي زيدان طبعا انا بشكرك وكمان بحييكي الحقيقه على موهبتك اللي انت يعني كل يوم بتتطوري فيها الحقيقه، ويعني اتوقع ان انت في الفتره اللي جايه متهيألي هتبقي في مكان كمان وهتحققي نجاح اكبر من كده بكتير. نانسي زيدان بشكرك طبعا، شكرا جزيلا ونورتينا وسعداء ان انت كنت معايا. تسلمي يا رب. تسلمي، انا اسعد والله.